السلام عليكم أعزائي التلاميذ والتلميذات، كنتمنى تكونوا بخير. إلى اليوم إن شاء الله وصلنا للتمرين الرابع. لو التمرين الثاني كيقول لي يكون إكس عدد عشري موجب قطع. أول حاجة الله يرضى عليك خصك تعلمي ترجم لي هذا، حيتاش إلا ما فهمتيش البداية ديال التمرين بحال كيجيك الخوف منه. دونك إين فوا كيجيك الخوف من التمرين، حتى داكشي اللي باقي لتاه تقدر يكون سهل ولكن أنت خوفا منه، وبالتالي هاد المشاكل ديالي يكون اكس عدد عشري، عدد صحيح طبيعي، موجب غير منعدم، موجب قطعا، غادي خصك تزول لي هاد المشاكل هادو صافي. الوغ لي يكون اكس، شكون هو اكس؟ هو واحد العدد مجهول، ما تبقاش تخاف لي الرد عليك من اكس. اكس عدد مجهول صافي، الله يجعل البركة صافي، ما تبقاش شي حاجه سهله تبقى تطول فيها وتبقى تخاف منها صافي. اكس عدد مجهول صافي، الله يجعل البركة. مزيان عطانا شويه عديد المعلومات، قال لك هذا العدد اكس هو واحد العدد عشري، وخصني ضروري نعرف شنو هو عدد عشري. عدد عشري هو واحد العدد اللي يقدر يكون بلا فاصله، بحال مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8، واللي يقدر يكون بالفاصله غير هو مورا الفاصله خصو يكون كيتسالى، يعني خصو يكون واحد العدد الجزء العشري ديالو كينتهي، بحال مثلا 1.54. دونك لاحظتوا شنو في الجزء العشري، يعني مورا فاصلة 54 ينتهي، اذا هذا نسميو عدد عشري صافي. راه حنا عرفنا شنو عدد عشري. قال لك موجب، شنو هو موجب؟ هو بحال 2 3 4 هذا كيتسمى موجب. موجب قطعا، شنو معنى موجب قطعا؟ يعني هو خصو يكون موجب، غير هو خصو يكون قطعا معنى كيخالف الزيرو. فهمتوني كيفاش؟ بحال هيدا مثلا، خصو يكون بحال هيدا اكس اكبر قطعا من الزيرو، يعني هاد اكس هو موجب ولكن ما عمرو خصو يكون كيساوي الزيرو. هادي المعنى ديال الموجب قطعا صافي. بحال مثلا دابا هذا، دابا الا قلت لك اكس هو عدد موجب، اذا غتقول يقدر يكون مثلا 0 1 2 3 4، ولا قلت لك اكس هو عدد صحيح طبيعي موجب، مثلا عدد صحيح طبيعي مثلا موجب قطعا، يعني ما خصوش يكون كيساوي الزيرو، هو موجب. دابا هادو كتسمى عدد موجب ولكن قطعا ولا غير منعدم، يعني خصو يكون 1 2 3 4، يعني خصو ما يكونش كيساوي الزيرو صافي. دابا قطعا خصك تربطها بغير منعدم، متفقين معايا؟ مزيان. اذا اكس عندو واحد العدد عشري مالو موجب، موجب قطعا يعني هو موجب وما عمرو يكون كيساوي الزيرو. قال لك سيدي بين المتساويات التاليه، دابا هاد المتساويه يعني ما خصكش تخاف منها نهائيا صافي، خصك غير تشبر واحد الفكره. انا نعطيك مثال، دابا هاد التمرين هذا نفسه غنطرحو لك وانتينا كتقرا في الثالث ونشوفك واش غتجاوب لي ولا لا. الا قلت لك مثلا بين ان 1 + 2 + 3 كتساوي 6، كيفاش غتبين لي هاد السؤال هذا؟ بكل سهوله كيفاش غتبينو؟ غتقولي شوف غنمشي غادي نحسب 1 + 2 + 3 والنتيجه اللي خصها تخرج لي شحال هي في الاخر؟ خصها تخرج 6. اذا كتجي فحال هكا، كتكتب لي هنايا 1 + 2 + 3، وديما حنا كنجمعو جوج بجوج الاعداد، 1 + 2 = 3، وهاد 3 كتشيط لي هنايا، عاود 3 + 3 = 6. اذا شتي النتيجه نتيني هادي خرجت لي في الاخر. نفس الشيء انا عطيك هنا، كنقول لك بين المتساويات التاليه دائما الله يرضى عليك تجبر في هذه المتساويه فيها جوج اجزاء، هذا الجزء الاولاني وهذا الجزء الثاني. كيكون واحد الجزء اللي محسوب، يعني ما عندك ما تحسب فيه صافي، محسوب بحال مثلا ناقص 1/12 اكس راه محسوب ما عندك ما تحسب فيه، ولكن كيكون واحد الجزء اخر ما محسوبش فيه شويه الخدمه، خصك واحد المقامات زول اقواس وكذا بحال هكا. دابا هذا ما محسوبش، دونك انت شنو خصك تحاول تمشي تحسبو وتبقى تحسب، والنتيجه اللي خصك نتينا توصل لها في الاخر شكون هي؟ ناقص 1/12 اكس. بحال هكذا في 1 + 2 + 3 كتساوي 6، قلت لك بينا لي شنو عملتي؟ ها هو الجزء هاد 6 محسوبه ما فهمتي تحسب، مشيتي لهاديك اللي فيها الحساب وبقيتي كتحسب تحسب حتى وصلتي لهاديك النتيجه اللي هي 6. دابا كتمني السؤال واقيلا كنظن واقيلا واضح، ما عندك دابا فين تدهش وقنا هيدا بالسؤال رجع واضح. انا نعود بواحد الطريقه مختصره، اذا باش يقول فاش يقول لك مثلا بين هاد المتساويه شنو غادي سميلتينا؟ كيكون جوج الاجزاء، واحد جزء محسوب واحد الجزء ما محسوبش. كنمشي عند الجزء اللي ما محسوبش كنبقى نحسبو، والنتيجه اللي خصني نوصل لها في الاخر شكون هي؟ هي هاد ناقص 1/12
صافي. اذا نبداو بالجزء اللي ما نحسبش اللي هو واحد على اكس ناقص واحد على جوج اكس زائد واحد على ثلاثة اكس زائد واحد على اربعة اكس كتساب. هادي عم بنحسب نحسب نحسب والنتيجة اللي خصنا نوصل لها ناقص واحد على اتناش صافي. دابا سالي هاد ناقص واحد على اتناش واجي نحسبو هاد البركة هادي. دوك هنايا خصنا نرد بال اول مرحلة قبل نحسب هادو كادو عادة جدرية خصنا نجمعهم ولا نعملو لهم الفرق ديالو. دوك اول مرحلة هنايا شنو خصنا نعمل؟ خصنا نزول الاقواس حيت تعلمنا اننا ملي نجي نحسبو عادة جدرية خصنا نزولو لهم الاقواس. مزيان فين هو القوس؟ القوس هو هذا ياك. اذا انا غادي نمشي قبل منه وغادي نشوف واش عندي الناقص ولا الزائد. ياك عندي الناقص والناقص شنو كتقول لي؟ ان الاعداد اللي كيجيو مورا اللي كيكونوا داخل القوس شنو كيوقع لهم؟ كتبدل لهم الاشاره ديالو صافي. اذا انا نخلي واحد على اكس وهذا واحد على جوج اكس شحال الاشاره ديالو موجب ترجع ناقص واحد على جوج اكس وهذا يرجع ناقص واحد على ثلاثة اكس وهذا عاوز يرجع ناقص واحد على أربعة اكس. ها حنا زولنا الاقواس حتى كان هنا الزائد ما كنتش عم بدل الاشاره ولكن بما ان عندي ناقص كتبدل لي الاشاره. مزيان هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه شنو غادي نعملو؟ غنوحد له من المقامات صافي. دابا زولنا الاقواس دابا خصنا نوحدو المقامات باش نجمعهم حيت حنايا قلنا لك دائما عمرك ما تقدر تجمع ولا تفرق عددين جذريين وهما ما عندهمش مقامات موحدين. يعني اول مرحله كنوحدو المقامات. مزيان دابا شنو عندي المقام الاولاني؟ عندي اكس. المقام الثاني عندي جوج اكس. المقام الثالث عندي ثلاثة اكس والمقام الرابع عندي أربعة اكس. ها دابا الامور بدات كتبان شوية. دابا السؤال هنايا شنو معنى توحيد المقامات؟ معنى ان هاد الاعداد هادو اكس وجوج اكس ثلاثة اكس وربعة اكس خصني نرجعهم فحال بعطيتهم. يعني هاد اكس وهاد جوج اكس وثلاثة اكس وهاد أربعة اكس فاش غادي نضربو؟ هذا فاش غنضربو؟ هذا فاش غنضربو؟ هذا فاش غنضربو؟ هذا فاش غنضربو باش يرجعو بحال بعطيتهم. دونك كاملين بيهم عندهم اكس. هذا عنده اكس وهذا عنده اكس وهذا عنده اكس وهذا عنده اكس. اذا مشكلة اكس محلول. دابا غادي نزوزو دابا للاعداد. هنا شني عندي؟ عندي واحد وهنايا جوج وهنايا ثلاثة وهنايا أربعة. هاد الاعداد هادو فين كيشاركو؟ واحد المضاعف هنايا كاين واحد المضاعف د واحد ومضاعف د جوج ود ثلاثة ود أربعة كاملين بيهم كيشاركو فيهم. شكون هو؟ هي 12 اولا حيت واحد الا ضربتيها في 12 عطيك 12 جوج الا ضربتيها في 6 شحال عطيك؟ عطيك 12. 3 الا ضربتيها في 4 عطيك 12. 4 الا ضربتيها في 3 عطيك 12. لاحظتي ان كاملين بيهم الا ضربناهم في شي عدد في كيعطيونا كيشاركوا في العدد 12 صافي. اذا كيتسمى 12 هو اصغر مضاعف مشترك للعدد 1 و2 و3 و4. اذا واحد غنضربو في 12 جوج غنضرب في 6 3 غنضرب في 4 و 4 غنضرب في 3 باش هذا غادي يعطينا 4 في 3 12 اكس. 4 في 3 12 اكس مع هاد اكس اللي عنده 6 في 2 12 اكس و 12 في 1 هي 12 اكس. فهمتوا دابا الامور كيفاش عامله؟ اذا هادو هما الاعداد اللي غادي نبقاو نضربو فيه صافي. دونك غادي نجي عند 1 على اكس. قلنا فاش غنضربو اكس؟ ها اكس فاش اخترنا قبيلات عندنا بواف 12 ها 12 ها 12 زائد دونك عفوا هنا عندنا ناقص. عاوز قلنا جوج اكس فاش غنضربوها؟ جوج اكس قلنا غنضربوها في 6 كنضرب في 6 ونضرب في 6 الله يرضى عليك كنضرب لتحت ونضرب للفوق. واحد على 3 اكس الوغ 3 اكس فاش غنضربوها؟ في 4 دونك غنضرب لتحت في 4 وفوق غنضرب في 4. عاوز واحد على 4 اكس فاش غنضربو هادي؟ 4 نضربو في 3 وهذا غنضربو في 3 صافي. دونك هادي مسحوها حيت ما عندنا ما نعملو بيها. هادي مزيان. دونك هنايا واحد في 12 12 ونتاحيت 12 اكس. هنايا 6 في 1 6 ونتاحيت 12 اكس. فوقي 4 على 12 اكس وفوقي عاود 3 على 12 اكس. مزيان دابا نوحدو. دابا المقام اسمه وحدة دونك نحتفظو بالمقام ونجمو ونطيحو البسط. عطيني 12 ناقص 6 ناقص 4 ناقص 3. دونك نسينا باش متبقاش تعذب راسك في الحساب دايما الله يرضى عليك جمع جوج الأعداد جوج الأعداد صافي باش مسرونش راسك. دونك 12 ناقص 6 شحال هي؟ غتبقى ليك 6. 6 ناقص 4 ناقص 3. 6 ناقص 4 هي جوج
جوج ناقص ثلاثة هي ناقص واحد، إذن هنا غادي تبقى لي ناقص واحد على 12 إكس. دونك دابا نرجع نشوف واش دابا أنا هذه هي النتيجة اللي وصلت لها، دابا نرجع نشوف واش هذه النتيجة كتشبه ديالو اللي عطاوها لي ولا لا. شتي هاي عندهم ناقص واحد على 12 إكس، إذن هذه هي النتيجة اللي خرجنا ليها صحيحة. وبالتالي في حالة إلا أنت وصلتي لشي نتيجة ماشي هي ناقص واحد على 12 بحال اللي عطاوها لك، اسكو ربما غلطت غير في شي إشارة ولا في شي حساب ولا في شي حاجة. دونك حاول وتأكد من داكشي اللي عملتيه واش بصح صح ولا لا، ما تعاودش العملية لا، رجع غير تأكد شوف فين غلطتي، بدا من الأول مع الأقواس. غالبا غيكون المشكل غير في الأقواس، ما في الإشارة، شي إشارة ما رديتي لها شي بال ولا شي حاجة. صافي عاود تأكد من الحساب ديالك وإن شاء الله توصل للنتيجة الصحيحة. دونك كنتمنى يكون هادشي هذا واضح وبالتوفيق إن شاء الله.